بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة طبيعية لتخسيس وشد الزنود. نحتاج في هذه الوصفة إلى بياض بيضة. نأخذ بياض بيضة ونأخذ مبشور ملعقة طعام كبيرة من الزنجبيل الطازج. يفضل في هذه الوصفة أن يكون الزنجبيل طازج وليس الزنجبيل المجفف. نضع عليه 2 ملاعق طعام كبيرة من خل التفاح. الأفضل أن يكون خل التفاح في هذه الوصفة. يوضع الزنجبيل مع خل التفاح ليلة كاملة لينقع. في صباح اليوم الموالي نحضر الوصفة وهي كالآتي. قلت نأخذ بياض البيضة ونضعها على مزيج الزنجبيل الذي قمنا بنقعه في ملعقتا طعام كبيرة من الخل. نخلط المكونات جيدا بهذا الشكل حتى ينسجم بياض البيض مع الزنجبيل وخل التفاح. نخلط جيدا بهذا الشكل، وبعدها نقوم بتطبيق الخلطة على الزنود ونلفها بواسطة الفيلم الغذائي الشفاف. نلف المكان جيدا ويترك طوال ساعة من الوقت، وبعدها تشطف هذه الوصفة. نقوم بتكرار هذه الوصفة يوم ورا يوم مع الاحتفاظ بهذه الوصفة في الثلاجة واستخدامها. في أول أسبوع ستتحصلون على النتيجة المرجوة. هذه الوصفة صالحة للرجال، صالحة للحوامل، صالحة للمرضعات، والاستمرار عليها قلت يوم ورا يوم من أول أسبوع ستلاحظون الفرق. وشطف هذه الوصفة يكون بماء فاتر ويغسل جيد، تغسل جيدا عفوا هذه الوصفة وتكرر في اليوم الموالي. بالنسبة للأطفال مثلا إذا كانت عندهم هذه المشكلة من عمر 10 سنوات فما فوق، يمكن استخدام لهم هذه الوصفة، ولكن يجب عمل اختبار تحسس من خل التفاح لديهم. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.